1972 بخميس مليانه. يا امير الشهداء هؤلاء الشباب انتم الله انتم الترك الوطني والشرطه في اطار اتفاقيه تول بالجمرك الى درجه. أيها الطلبة المتخرجون، إن المديرية العامة للجمارك تدعوكم بل تأمركم بإعطاء الجانب المهني والأخلاقي الاهتمام الأكبر من خلال التمسك بمبادئ المواطنة وأخلاقية المهنة، وأن تحفظوا كرامة الوطن المواطن وحرياته المكرسة دستوريا أثناء تأديتكم لمهامكم، أن تكونوا شركاء اقتصاديين فاعلين من خلال تقديم التسهيلات القانونية، وكونوا العين الحامية للاقتصاد الوطني، واعلموا جيدا أن كل الجهود المبذولة بالنية الصادقة ترمي لا محالة إلى تطوير الجهاز وضمان الفعالية والنجاعة. لقد شرفتمونا خلال قيامكم بالتربص الميداني لدى المصالح الخارجية للجمارك، أين أبنتم على الانضباط وحسن السلوك، وما نأمله منكم هو صون الأمانة الشهداء حفاظا على كل شبر من هذا الوطن المفدى وعلى الشعب الذي تنتمون إليه.